النادي الاهلي في المرحله القادمه محتاج الجميع، واكتر حد محتاجه هم ابنائه، وابنائه هنا بتكلم على مشجعيه. ولما بتكلم على مشجعي الاهلي دلوقتي بتكلم على مشجعي الاهلي سواء في الملاعب، لانه امبارح المنظر زعلني جدا. لو شفت الصورة، أقل عدد من الجماهير يحضر للأهلي في هذا الموسم كان بالأمس. ماليش دعوة المباراة بتاعت البنك ولا بتاعت الأهلي، ما يهمنيش، لكن اللي يهمني إن جمهور الأهلي يكون متواجد دائما وأبدا في المباريات. فإحنا بنتكلم في 15,000، ما حضرش امبارح 500، ما يكملوش 500 امبارح، ده بالمبالغة يعني، إن لم يزيدوا عن 200 أو 300 يعني. لحد ما يتم حل أزمة التذاكر دي، وفي وعود كتيره جدا انا بسمع عنها يا رب تتنفذ باذن الله. ومجلس اداره النادي الاهلي ما بيأخرش يعني اي فرصه، او ما بيستناش اي فرصه، وبيحاول بكل الطرق انه يحل هذه الازمه. فانا بتمنى المسانده الجماهيريه اولا في المدرجات. نمره 2، لا يخفى على احد ان السوشيال ميديا بقت دلوقتي شيء لو اعتبرناه شخص او اعتبرناه جمهور بقى حاجه قويه جدا، ولها دور فعال شديد جدا 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 جدا. فانت قدام حضرتك ثلاث حاجات. الحاجه الاولى انك تظل على تشجيع فريقك مع انتقاد بعض الاخطاء، ده طبيعي جدا، وكن شاكر ليك لو عملت كده، بس النقد اللي بحب، النقد اللي يوصل للنجاح، النقد اللي يوصل للانتصارات والبطولات. فانت مسانده وترفع شعار على الحلوه والمره، 100 فل و14. ما تسخنش مع حد، تنتقد النهارده الراجل ما كانش موفق، اللعيب ده ما كانش مش عارف ايه، القصه ايه، الراي ايه، كل ده جميل، ولا احد يقدر يزايد ولا يتكلم معاك عليه خالص. ده واحد. نمره 2، ان حضرتك تسكت، وده ضرر كبير جدا، لانه في غيرك بيتكلم ويبدا يجرح وبيبدا يوقع. فحضرتك سكاتك هنا ليس فضيلة ومش من ذهب. سكوتك هنا بالعكس بتدي فرصة للغير انه يركب على اكتافك، وانه من نتيجة مباراة هيعمل لنفسه هيصة ودوشة ويصور للناس انه البطل، وانه 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 وانه، ترجع انت بقى عشان تعيد ترتيب البيت وتعيد ترتيب اوراقك و يكون سبقك بشوية. ده على السوشيال ميديا وعلى جدول الدوري عشان نكون امنا يعني. ادي 2. نمره 3، انك تشارك في الهجوم، ودي الكارثه. انا قلت لك في الاول من حقك ان تنتقد، انا هنا انتقدت، والنهارده انتقدت، وامبارح انتقدت، لكن المسانده والتأييد والدعم دول ما فيش فيهم انفصال. تفضل مساند وداعم ومؤيد. وافكرك ان انت السنه اللي فاتت بدات برضو بدايه صعبه جدا بخساره السوبر الافريقي وخساره الدوري الافريقي، وفي الدوري اتخبطنا كم ماتش في الاول، لدرجه انا قلت انا ده احنا محتاجين نكسب يجي 17 18 مباراه ورا بعض هنكسبهم ازاي. كسبنا 22 مباراه او 21 مباراه ما شاء الله. فما اشبه الليله بالبارحه، بس البارحه دي احنا عديناها ازاي؟ بفضل الله ثم حضرتك، لانه دعمكم كان رهيب جدا كبير جدا. مش عايزين بقى كل ما ماتش مثلا ما نسجلش اهداف نقول الازمه والهداف والقصه، عايزين حد جنب اسامه ابو علي. ماتش جاي كهربا جايب جونين، كهربا وحبيبنا ولازم يكون في الملعب، ما احنا عندنا وسام وكهربا، مش عايزين حد تاني. حتى ارانا بتبقى متقلبه متغيره. لا، خلينا نظام المسانده. انت شايف ان احنا محتاجين فرود قول، لكن واحد بيقول لك بقى خلاص والمجلس وكفايه عليه كده وما يسمعونا حسهم يا عم في ايه؟ يا عم في ايه؟ احنا لسه بنقول يا هادي، لسه متعادلين مباراتين، وانا اللي بقول لك الدوري ده متكلفت هيجري بسرعه. فمن فضلكم المسانده والتأييد بالحب بالاحترام بالانتماء، ودايما افتكر على الحلوه والمره معاه. واخواننا الاعزاء اللي بيروحوا الماتشات ما تبعدش عن الماتشات، وحاول تاخد اكبر عدد يكون موجود معاك هناك، لانه ده مهم جدا. المسانده المسانده المسانده، المؤازره، التشجيع. يعني انا متاكد لو الاهلي مثلا عنده ماتش في المنصوره هتلاقي الملعب عن اخره، لان كل جماهير الاهلي اللي هناك هتروح، او عنده ماتش في طنطا، او عنده ماتش في المحله، او عنده ماتش في اسكندريه، او او او. لكنه ما يبقاش انا بلعب هنا في القاهره
هو طبعا هيقول لي استاد السلام والمشوار والقصه، لا في اي حته انتوا ورا النادي الاهلي، في اي حته انتوا بتشجعوا النادي الاهلي، في اي حته انتوا سبب رئيسي في انتصارات النادي الاهلي.